السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي القناة الأعزاء. هذا واحد الفيديو آخر غادي نديرو بشكل سريع باش ننقل لكم آخر تطورات ما يقع الآن في مخيمات تندوف، حيث كيف ما دويت في الفيديو السابق كانت هناك واحد محاولة انشقاق مجموعة من المسلحين مرتزقة البوليساريو والهروب للمغرب عن طريق التوجه نحو الجدار الأمني ويسلموا أنفسهم للجيش المغربي كيف ما وقعت محاولات سابقة ونجحت، غير أن هذه المحاولة مع الأسف باءت بالفشل ونتج عنها واحد الشباك مسلح اللي قتل على إثرها المدعو سالك حريري، كما تم اعتقال الأفراد الآخرين اللي كانوا باغين يهربوا، وكان هناك أيضا جرحى من الجانبين، من جانب ديال المجموعة اللي كانوا باغين يهربوا ومن جانب ديال مسلحي مرتزقة البوليساريو. والمقتل ديال المدعو سالك حريري خلف واحد ردود فعل غاضبة وكبيرة من لدى محتجزي المخيمات، الأمر اللي نتج عنه أعمال شغب واشتباكات بين محتجزي المخيمات وعصابات البوليساريو. والمقاطع اللي غادي تشوفوها الآن هي من داخل المخيمات للمظاهرات والاشتباكات اللي وقعت اليوم، والتي توضح بشكل كبير حالة الاحتقان والغضب التي تسود محتجزي المخيمات، الأمر الذي ينذر بكارثة كبرى سوف تعصف بمرتزقة البوليساريو واللي يمكن تنتهي باقتتال داخلي يحول تندوف وجنوب الجزائر لصراع مسلح. إذا غادي نخليكم مع هذه المقاطع اللي تسجلت من داخل المخيمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تصوروا شي قالوا